بعد انتصارات الحوثيين، السعودية تعلن عن اتفاق السعودية مع الحوثيين بشأن مأرب، وهذا ما حدث. تفاصيل صادمة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. قللت وزارة الدفاع في حكومة هادي من بيان التحالف الذي ادعى فيه تحقيق انتصارات جوية في مأرب، كاشفة في الوقت ذاته عن تضليل ومخطط من شأنه تسريع اسقاط المدينة. ونقلت قناة بلقيس التابعة لعضو شورى الاصلاح توك الكرمان المقيمة في تركيا عن مصدر في وزارة دفاع هادي قوله ان المعلومات التي اوردها البيان الذي اعلنه متحدث التحالف تركي المالكي في وقت سابق وحاول فيه الحفاظ على معنويات مقاتلي الفصائل الموالية لبلاده مبالغ فيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعودية تحاول إطالة المعركة أكبر قدر ممكن لاستكمال سحب ما تبقى من معدات ثقيلة من المدينة. وأكدت الدفاع تغييرا مفاجئا في موقف السعودية تجاه المدينة بشكل غير مفهوم، في إشارة إلى احتمالية تسليم المدينة التي يقترب الحوثيون من حسم معركتها، ملمحة إلى ما وصفته القناة بتفاهمات مع الحوثيين والتقارب الأخير مع إيران. وكان مدير دائرة التوجيه المعنوي بقوات هادي السابق محسن خسروف قال في تصريح أيضا بأن السعودية أفرغت مخازن قواته في مأرب قبل 3 أشهر، وأنها ترفع دعمهم وتكتفي بالطلعات الجوية التي قلل أيضا من أهميتها ووصفها بذر الرماد على العيون.